يا الله جدا يا شباب يوصلك لهذا المكان اللي احنا واقفين فيه. المكان هنا معظم الاخيام نازحين زي ما شفتوا في الاستهداف. يعني زي ما شفنا قبل شوي البيت هذا كان مضروب جزء منه، لكن الصاروخ الأخير كمل على باقي البيت وألحق أضرار كبيرة جدا في البيوت المحيطة بالمكان المستهدف.